غادي يعطيني تيشيرت الاهلي، واذا ربح هو يعطيني تيشيرت الاهلي. الاثنين انا خاسر في الاثنين. العبها ليه؟ بيضه 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 ما تقولوش سكوت. ما البيضه بدنا كل سكوت بالله. العشر قويه بتاعتنا. لا انا ماليش دعوه المصريه. انا ماليش دعوه تمام الرئيس، بس في الملعب يلا ما تسيبوش لروحه. لاعب زقال بيغلط. انت تعرف هذا لاعب بيغلط؟ اليوم غادي نلعب له تشالنج مع اكرم توفيق لاعب الاهلي. تحدي اللهجات. انا غنعطيه ثلاثه الكلمات باللهجه المغربيه وهو يترجمهم لي باللهجه او يفكر شنو هما باللهجه المصريه والعكس صحيح. إذا ربحت غادي يعطيني تيشيرت الأهلي، وإذا ربح هو يعطيني تيشيرت الأهلي. الاثنين أنا خسرنا في الاثنين. ألعبها ليه؟ طيب أول كلمة زرق. لاعب زرق. محاولتين. طيب ماشي ممكن تلعب بس ممكن يلا 10 ثواني وريهم ال قولي. قلت لك زرق. لاعب زرق. لاعب فاشل. براف. فين انت؟ طيب انا بقى اكلمك باللهجه الشرقويه بتاعتنا. لا انا ماليش دعوه المصريه. انا ماليش دعوه تمام الرئيس، بس في الملعب يلا ما تسيبوش لروحه. ما تخليش لوحده يا ولد. انت كده سهله. انت لسه ما ظبطتش. لا انا المفروض اظبط البتاع. لاعب زقال بيغلط. انت تعرف هذا لاعب بيغلط؟ حط ال لاعب زقال بيغلط؟ ها؟ بيغلط؟ شكله عارف مش هستوى. لاعب زقال محترم؟ لا فاشل؟ لا خلاص يعني لاعب ايه؟ لاعب ما بيسجل. انت بجح. دي شرقاوي ولا مصري؟ لا عادية. انت بجح. لا تقولها على لاعب؟ فاشل. فاشل. لا صعبة هذه. صعبة. انت بقى مش عارفة؟ لا اول ما نسمعها يعني مثلا دام الحاجة ولكن ما عرفش يقولها لك بالصراحة. انت بقى ماليش دعوة. يعني واحد بيخرجي. انا دلوقتي انت بتعملي حاجة. انت اللي عملت الغلط ده. تمام. وانا ايه؟ وانا ما عملتش حاجة، فانت راح تقولي عليا انا اللي عملته. كذاب. يعني لا احنا عندنا بقى ما بنقولش كذاب، بنقول بجح. يعني كذاب. ما قلتيش كذاب ليه؟ انا مالي؟ قوليها بقى. لا. طيب بيضة. بيضة. بيضة؟ ما تقولوش. سكوت. ما البيضة بدنا كلها. سكوت. بيضتين بدنا كلها. بيضة. بصاها؟ لا. جون؟ لا. شتم؟ لا. خسرت خلاص. ايه ايه كوبري. دي بيضة؟ اه. احنا ما عندناش بيضة. هديكوا ايه؟ انت كسبت. طيب. انا نايم. انا ربحت. انت فين تيشيرت الاهلي؟ لا ماشي. تيشيرت الاهلي.